تتضافر الجهود عالمياً لكشف المزيد عن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، فلم يتعرف المتخصصون بعد إلى كل خصائص المتحور الجديد وطبيعة الأعراض التي تظهر على المصابين به. منظمة الصحة العالمية قالت إن المتحور أوميكرون مثير للقلق، ويتحدث متخصصون عن أن خطر الإصابة به قد يكون أعلى بكثير من بقية المتحورات المعروفة حتى الآن. يرى علماء أن أداء المتحور أوميكرون مختلف ومغاير لدرجة أنه قد ينتقل بسرعة أكبر من المتحور دلتا، ويستند هذا الرأي إلى سرعة انتشار المتحور الجديد في أجزاء جنوب إفريقيا التي اكتشف فيها. المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها قال إن البيانات الأولية تظهر أن المتحور أوميكرون هو الأكثر تحولاً مقارنة بالمتحورات الأخرى، وهو ما يثير مخاوف جادة من أنه قد يقلص من فاعلية اللقاحات، كما قد يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا لقدرته على التهرب من الاستجابات المناعية للجسم. هذه المعطيات دفعت شركات تصنيع اللقاحات إلى بدء تجاربها لمعرفة مدى فاعلية اللقاحات والجرعات المعززة لمواجهة المتحور الجديد. لم يتم حصر الأعراض التي قد يسببها المتحور الجديد حتى الآن، لكن رئيسة الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا التي اكتشفت أولى الحالات بأوميكرون تقول إن المصابين ظهرت عليهم أعراض خفيفة تتمثل في التهاب العضلات والشعور بالإرهاق وعدم الراحة لمدة يوم أو يومين. ومع ذلك تؤكد الطبيبة المكتشفة للمتحور الجديد أن عدداً من المصابين به في جنوب إفريقيا لم يحتاجوا إلى دخول المستشفيات بل يعالجون في المنزل.